أهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في هذا التلاقي عبر صباح الشروق وفقرات من خلال هذا الصباح، والحديث عن سيرة سيدنا محمد بالتأكيد هي سيرة عاطرة نتنسمها في هذه الأيام المباركات. سعيد جدا أن يكون معنا في هذه المساحة الشيخ هاشم الريح الصنحوري، وحنتحدث في هذه المساحة مع وقفات في ذكرى مولد الهدى المصطفى خاتم الأنبياء. في البداية أقول لك صباح الخير، نورتنا، أهلا بك. مرحب بكم ومرحب بصباح الشروق ومرحب بالفريق العامل، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا هذه العادة الطيبة من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة، ونحن نرفل في السلام ونرفل في الاكتفاء الذاتي. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شيخ الدكتور هاشم الريح الصنحوري، دائما بنسعد أن تكون ضيفنا على صباح الشروق، يعني هذه الاستضافات المتكررة اللي دائما بيكون فيها الجديد عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مناسبات أيضا دينية في مناسبات دينية مختلفة. نتحدث عن يوم مولده صلى الله عليه وسلم. يذكر أنه السيدة آمنة بنت وهب لم تجد في حملها ما تجده النساء من رهق ووهن وتعب، بل كان حملا خفيفا يسيرا يعني. ويروى أيضا أنها سمعت هاتفا لها يقول: أنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي إني أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا الروايات التاريخية في هذا المجال متداخلة، ونحن نقول روايات تاريخية لأنه علم الحديث ما بدأ يصحر، لأنه كما تعلم أنه صناعة الحديث، ونحن نسميه صناعة لأنه فعلا صناعة جيدة، فصناعة الحديث جاءت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما التاريخ الذي سبق الدعوة فعلمانا قبلوه كده زي ما هو من المؤرخين ومن التاريخيين ومن النسابة العرب. أولا عشان ندخل للمسألة دي، أول حاجة يجب أن نتكلم عن نسبه صلى الله عليه وسلم. نسبه أبو منه أم منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن نزار ابن معدة ابن عدنان ابن أدت. النسابة العرب والمؤرخون وصلوا نسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحد عدنان بن أدت، وأكثر من عدنان بن أدت هنالك قرون طويلة بين عدنان بن أدت وإسماعيل عليه السلام، لأنه أجمع المؤرخون والنسابون على أن نسبه صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. النبي صلى الله عليه وسلم والده عبد الله تزوج بآمنة بنت وهب، تزوج آمنة بنت وهب وحملت آمنة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها لما حملت بنبينا صلى الله عليه وسلم جاءها آدم في الشهر الأول وبشرها بأنها سوف تلد سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. السيدة آمنة قالت: ما وجدت تعبا في حمله الذي كانت تجده النساء، ما وجدته السيدة آمنة لا من وحم ولا من حمل ثقيل ولا من طلق عندما جاءها المخاض، حتى عند المخاض لم يكن هنالك الطلق. يجينا زول يسألنا يقول ليه يعني هي ما وجدت طلق وباقي النساء بيجدوا طلق؟ صحيح. لأنه البشرية ما كانت تطورت. صحيح. فجعل الله تعالى عدم وجود الطلق معجزة لرسولنا لكن الله من النبي على البشر كلهم في القرون في القرن العشرين. الآن المرأة بتمشي المستشفى بتدوها حقنة الظهر على طول، يعني بتكون بتقرأ في المجلة. صحيح. بتكون بتقرأ في مجلتها وبتلو، لكن في تلك القرون الله جعلها من إرهاصات ولادته صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوانا من نتكلم عن الإرهاص هذا يعني المعجزة قبل ظهوره صلى الله عليه وسلم.
وكذلك يعني من بعض المعجزات وهذه الإرهاصات يمكن امتدت إلى حليمة السعدية وحتى يعني أغنامها، ربنا زال عنها القبح عندما استلمت مصطفى صلى الله عليه وسلم، ودي كلها طبعا من المعجزات لمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، هي قبل البعثة تسمى إرهاصة والمعنى واحد، لكن هنالك إرهاصات سبقت مولده صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الإرهاصات حفر عبد المطلب لبئر زمزم، لأنه حفر عبد المطلب لبئر زمزم كانت برؤية صادقة. عبد المطلب كان نايم قدام البيت عند الحجر، فرأى رائيا في النوم، ودي من إرهاصات ولادته صلى الله عليه وسلم. رأى مرئيا في النوم يقول له يا عبد المطلب أحفر طيبة. قال وما طيبة؟ فقام صحى من النوم، وما طيبة؟ نام تاني رأى نفس الرجل يقول لي يا عبد المطلب احفر برة. قال وما برة؟ نام للمرة الثالثة، جاءوا نفس الرجل قال لي يا عبد المطلب احفر المضمونة. قال وما المضمونة؟ في المرة الرابعة وضح لي بعدين قال لي يا عبد المطلب احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تنزف ولا تزم عند نغرة القراب الأحصم، بين الفرس عند نغرية النمل، بين الفرس والدم. والصف لما كان داخل صحن الطواف، وكما تعلمون فإن زمزم كانت داخل تحت صحن الطواف، لكن يا من توسع المكان أخرجوها شوية خارج صحن المطاف. فقام عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معوله ومشى حفر في المكان، فظهرت ماء زمزم، فكانت هذه رهاصة. والإرهاصات كانت تترى قبل عبد المطلب. فقصي بن كلاب كان يتكلم عن ولادته وهو من أجداده، وكعب بن لؤي يعني كما ذكر صاحب القراءة عمرو اللهم صل على الله صاحب القراءة السابعة، هو من القراءة السبعة، قال أنه الجمعة دي كان اسمها يوم العروبة. العرب كانت بتسمي يوم الجمعة يوم العروبة، غير أن كعب بن لؤي من جدود النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع الناس وبيطبح لهم، بيجمعهم ويطبح لهم ويأكلهم، يعلمون الفاليوس والقيم التي أتى بها الأنبياء. ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، لأنها كانت موجودة في الكرة الأرضية، موجودة على بيد الأنبياء، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك تجد ابن الآدميين كلهم بيشتركوا في مسائل اللهم صل على الله القيم والاخلاق، كلنا بنشترك فيها. كونك تضعف فقير ممكن يؤمن به البوذي وممكن اؤمن به انا، لماذا؟ لان هذه القيم موجوده في البشر، دي اصلا قيم لم فكاك عنها. فسيدنا النبي بعث ليتمم هذه المكارم. كعب بن لؤي كان بيجمع اهله وبوصيهم بالقيم العاليه دي، لانه يسمى السلوك يجب ان يدرس. وانا بطلب الان من وزيرنا الجديد أن يعمل لنا كتاب اسمه كتاب السلوك، يعلم فيه الطلبة ويتعلم فيه النشء كيف يتعاملون مع الآخر، لأنه أنتم عارفين انتشر ثقافة المال ولا شنو يا إخواننا؟ شبابنا يقولك في الآن ده عبر أعلم أنه مش عبر لبحر ولا عبر في العلم، إنما عبر عشان عنده قروش كثيرة. وفلان يقولك أموره وضحت عنده قروش كثيرة برضو. يجب الرجوع للقيم. كعب بن لؤي كان بيدرس الناس القيم وبيجمعهم في يوم العروبة، فعشان جمع الناس في يوم العروبة سمى الناس يوم العروبة بيوم الجمعة استعدادا لولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان بيتكلم عن سيدنا النبي. تفضل. نعم الشيخ الدكتور هاشم الرايح، يعني الحديث معك جميل جدا يعني، وبنقفز كل مرة من محور لآخر. خلينا نتحدث برضو عن الإرهاصات أو حتى المعجزات اللي كانت أثرها واضح جدا في البيئة المحيطة. يعني احنا بنعرف الإرهاصات في البيئات البعيدة، يعني إيوان كسرى ونار الفرس وغيرها، لكن في البيئة التي ولد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم والبيئة التي تربى ونشأ فيها، الرسول كانت تتفاعل معه الأحجار والشجر والجمادات يعني. أكيد طبعا، كما تعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد أعظم معجزة اللي هي حادثة الفيل. زمان كان الناس بيأرخوا بكعب بن لؤي، يعني يقول لك ميتة كعب بن لؤي. وحتى العرب عندنا في شمال السودان وفي الشمال الغربي بيأرخوا، كان يقول لك فلان
ولده موتت فلان. نعم. فلان ولده سنة الهبوب الحمراء. نعم. فلان لأنه حدث عظيم. كعب بن لؤي كان يعني رغم في قريش من أجداد سيدنا النبي. لكن بعد ذلك أصبح الناس يؤرخون بحادثة الفيل. طيب العرب ما كان عندهم تاريخ، العرب ما كان عندهم تقويم، أعني أنا، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد، تذكروا الكلام ده، الناس ما عارفينه والله، ولد يوم 22 أبريل 571، 22 أبريل 522 بالميلادي، لأنه مساكين ما كانوا العرب عندهم تاريخ، يعني كان دارين نحسبها بالهجري. سيدنا النبي ولد صلى الله عليه وسلم سنة 53 قبل الهجرة، لكن يعني الشعوب التاريخ الهجري نفسه يعني تم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، يعني حصل هو الأرخ، لأنه التاريخ هو بداية ثورة التقدم. صحيح. التاريخ، ولذلك سيدنا النبي جاء بالتقدم صلى الله عليه وسلم. العرب قبلي الشعوب غيره كانت متطورة. هسه حنعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة 570 ده بالميلادي. نعم. ولد بالبوزي التقويم البيزي البوزي 1520، ولد بالتقويم السرياني 3000 5320، ولد بالتقويم الصيني عام 3266، ولد بالتقويم الأمازيغي حتى الموجودين في الشمال الأفريقي سنة 1520. فالشعوب حولنا كانت متطورة. بدأت إرهاصات النبي صلى الله عليه وسلم بهجوم أبرهة الأشرم على الحرم، ما جاب جيوش وجل الحرم. أي ألم تسمع قول الحق عز وجل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. الصورة اللي بعدها طوال. هذا كله حدث لأن المنطقة بدأت تتهيأ لولادة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فأهلك الله تعالى الفيل وبدت تسهر البشارات. علمانا قالوا سيدنا النبي اتولد، ده الإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم اتولد بعد 50 يوم من حادثة الفيل، غير أن هنالك بعض المؤرخون بعض المؤرخين قالوا أن سيدنا النبي لا اتولد في نفس اليوم، صباح نفس اليوم اللي هو ليلة الاثنين بدأ المخاض، وولد صلى الله عليه وسلم ليلة الأحد بدأ المخاض، وولد صلى الله عليه وسلم صباحية الاثنين عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه يعني وسلم. الحديث بتاعك سر جدا ولا أود أقاطعك، ولكن لابد من استكمال كل المحاور عشان الزمن ممكن يكون ضيق شوية. فتحدث برضو عن بعض الاختلافات لبعض الأئمة والشيوخ للطرق الصوفية في السودان، وكل الأطفال في السودان بينتظروا المولد طبعا وحلاوة المولد، وحتى الأشكال اللي بتكون في شكل عرايس للبنات وأحصنة للأولاد، فاختلاف كبير جدا بانه هذه الاحصنه وهذه العرايس ممكن تكون تماثيل، وحتى مبدا الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه اختلاف. نتحدث عن هذا الجانب. اولا اختلافنا على ان المناسبه يحتفل ويحتفى بها ام لا، دي مساله خلافيه تناقش في اروقه العلم بين العلماء ولا تناقش في السوق بين السوقه والدهماء. دي محتة مهمة جدا جدا، لأنه انتقال العلم من أروقة العلم إلى أماكن السوق وغير المتخصصين بيجيب المشاكل. هو ليس اختلاف يا أخوانا، إنما هي تعددية. بعض المشايخ ومن القرون الأولى قبل ظهور يا أخوانا المولد ما في زول أنكروا، كما ذكر حمد شافي العبيدي في كتابه أن المولد ما كان مختلف عليه، إلى أن ولد الفاكهاني ده أول من ظهر منه يعني اعتراض على المولد، الفاكهاني اللخمي الشهير بالسكندري والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ديل قالوا الاحتفال غير صحيح، غير أن هنالك رواية لابن تيمية بيجوز فيها وبقول الناس سيسابون إن عملوا المولد كده بحسن نية. الدارين نقول المسألة خلاف بين العلماء، لكن في حتة لازم نتكلم عنها اللي هي مسألة التماثيل. التماثيل ما صار عندنا حلاوة في المولد. صح. هنا بيطرأ لنا سؤالين بالمناسبة. الصورة الآن المبسوسة عندنا دي، هل هذه من التماثيل؟ هل هذه من التصوير؟ وما هي الصورة الفوتوغرافية؟ وهل حرم الإسلام الصورة الفوتوغرافية؟ وهل حرم الإسلام التماثيل للأطفال خاصة؟
ده ما نحن نتكلم عنه. بالنسبة للتماثيل والألعاب اللي هي بنات الليون دي، الزمان أماتنا بيجيبوا القطن وبيعشوه وخيطوه وبيعملوا للعروس عشان تدرب البنت، لأنه ما كان في تعليم يا أخواننا، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاب التعليم، ولذلك بعد ذاك جابوا كتب متخصصة. المرأة تعمل مع زوجها شنو، واجبات الرجل، واجبات المرأة، دي بعد ما ظهرت الحضارة. لكن زمان العرب كانوا بيصنعوا البنات دي ويدوا البيت تحاول تصبر على بيتها وتربيها، وهذا ما وصل إلى الإسلام يا أخوان. حتى أمنا السيدة عائشة كما روى أصحاب السير، رواها البخاري، أن السيدة عائشة كان عندها بنات، كان عندها البنات ديل بتاعت اللعبات. وغيل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم، سيدنا النبي دخل على الست عائشة يوم ووجد معها صحباتها، صواحب قعدات معها بيلعبوا، صحباتها خيلوا يا من شافوا النبي، دخلوا صلى الله عليك يا حبيبي خلف الستر، فالنبي صلى الله عليه وسلم زح الستارة فقام شاف الألعاب دي، وشاف له يعني حصان عليه جناحين، فقام سأل السيدة عائشة قال لي ده شنو يا عائشة، قالت له هذا خيل، قال لي لكن الخيل عندها جناحين، قالت ما غيلة أن سليمان بن داود كان عنده خيل عندها جناحين بالطير، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. ولذلك قال علماؤنا بأن التماثيل للأطفال جائزة، الألعاب دي للأطفال جائزة، ومن هنا أخذ أصحابنا اللي بيحتفلوا بالموالد صناعة الألعاب للأطفال. طيب الصورة الفوتوغرافية حتة مهمة جدا. الآن احنا عندنا صورة منقولة على الهواء مباشرة، هل هذه الصورة حرام؟ وهل هي صورة؟ لا هي ما صورة. طيب هي شنو؟ هي الظل. الآن المنقول على الهواء مباشرة هو الظل، ليس هنالك صورة كما يعتقد البعض. الظل شنو؟ عندما تقف أمام المرأة صورتك بتصعد على المرأة، دي ما يسمى صورة، ده شكلك الأساسي، دي يسمى ظلا. لكن العلم الحديث اكتشف أن هنالك آلة، هذه الآلة تحبس هذا الظل، تسمى بالكاميرا الفوتوغرافية، تحبس تسكن تثبت هذا الظل. ولذلك الفكرة بتاعت التصوير الفوتوغرافي شنو؟ قالوا التصوير الفوتوغرافي هو حبس الظل الصاغد على شعاع على عدسة الكاميرا، حبس الظل أي تسكينه، أي جعله ساكنا. بل قال علماؤنا، أول حاجة ما بتدخل في النهي باتفاق، بل قال علماؤنا أنها معجزة للقرآن، لأن القرآن ذكر في آية من الآيات قال ربنا جل جلاله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فليس هنالك حرمة في صناعة هذه الحلويات من الحلاوة والحصان، وليست بتماثيل، وليست بتماثيل قطعا، لأن التمثال بيكرم والأطفال بيمتهنوا وبيهينوا هذه اللعبات وبيأكلوها في النهاية. شيخ الدكتور هاشم الريح حسن هوري، شكرا جزيلا لحضورك لكل ما أفدتنا به من معلومات. كنا نتمنى أنه يعني نسبح أكثر يعني في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن مؤكد سنلتقيك مرات ومرات إن شاء الله. شكرا لك إن شاء الله، شكرا جزيلا، كتر خير.